باش نخدم هاي بطاقة التعريف نتاعي موظف. لحظة ما فدلكوش راه احنا راه اللي يقول فيه قيس سعيد صحيح رانا ما فدلكوش. هذه بطاقة التعريف نتاعي نخدم موظف بالاتحاد الشغل. هذه بطاقة التعريف نتاعي اوكي عاون بالاتحاد العام توصل الشغل. شفتوها يا ناس 11 سنة خدموا بينا وهذا كاتب عام نقابة المدمر وعملونا كبش نطيح. المكتب التنفيذي هذا بالشغل المكتب الترهيبي والتهويشي ونعرف شو نقول وانا شاهد على العصر وشاهد عيان كيفاش كانوا يبتزوا في رجال الاعمال وكيفاش كانوا مدمغجين كي الدواعش. انا كنت مدمغج. هذه نحب نوصلها وكاتب عام نقابه 11 سنه خويا زاد طردوه لانه ما حبش كنا مدمغجين وكانوا يبعثوا فينا باش نسكروا الشركات. يبداوا اليوم عدو مع رجل الاعمال غدوا لي اصحاب. اليوم يلزم تجميد لاتحاد الشغل وحلال مكتب التنفيذي والمحاسبه مطلب شعبي لانه حجم الفساد اللي عملوا الاتحاد في ال 11 سنه هو مسيطر على البلاد. والله 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 هو اللي يعين في المديرين يعين في الولايات يعني يعين في الوزراء. والله وصل اللي يعمل في نقل بتاع اعوان داخليه. والله عرفتهم يدبروا على اعوان بتاع الداخليه وهما اللي دمغجوا في البشريه. نحب نقول يا ناس يا مخرتين يا نخابين كيما خدموا بالحمروني وخدموا بالمدمر وتعرفوهم صفاقس كامله وتونس نحبوا تحرير البلاد لانه الحكم لانه النقابات احتلت المؤسسات. والله لما يوصل مسؤول يحكم في نقابي يدز عليه الباب ويدخل. نعرفهم جاو بيجو ما تسواش 150 دينار الصبحوا راكبين الكراهب. والله صبحوا راكبين الكراهب يدخلوا كان في صغارهم. هذه حقائق نعرفها انا الحمروني. تعرف يا طبوبي الحمروني وتعرف يا يوسف يا ولدي الحمروني وتعرف يا اتحاد الحمروني وتعرف كيفاش خدمتوا بيه. تعرفوا كيفاش خدمتوا بيه والحمد لله. اليوم هو كاتب عام نقابة. السلام عليكم. أنا كاتب عام نقابة من اتحاد الشغل بصفاقس وأنا شاهد عيان وبالدوسيات معناها اللي عندنا الاتحاد صفاقس من ابتزاز ورشوة وتدمير شركات. أنا ود الاتحاد هذا اتحاد مش اتحاد حشاد مش اتحاد عاشور هذا ولا بحر تاع فساد. يلزمنا اليوم نطهروا الاتحاد. اللي يحب تونس يلزم يطهر الاتحاد يلزم المحاسبة. خرج الاتحاد على الدور نتاعو ولا بحر تاع فساد. اليوم انا كاتب عام نقابه وبالدليل نقابه الجرارات في ميناء صفاقس البحريه اللي تخدم على المنصات نتاع البترول. احنا بالدوسيات خارب الميناء خارب. شكون دمروا الاتحاد صفاقس باوامر تبوبيه باوامر صفاقس جات عاصمه الاقتصاد دمار شامل. اليوم بورت صفاقس يندى له الجبين البابر هربت الجرجيس السوسة الرادس ما قعد عندنا حتى بابور. الميناء التجاري دمار شامل بالسياسة تاع الاتحاد اللي اتخذ فيها من ابتزاز ورشوة من رجال الأعمال. وأنا شاهد وأنا ضحية وعندي دوسيات وعندي المعاينات وعندي كل شيء. شاهد عيان وكاتب عام نقابة. اليوم الاتحاد خرج على المسار نتاعو. اليوم هو الاتحاد بعرة نتاع فساد موش اتحاد حشاد موش اتحاد عشرون. و26 طن نتاع زيت المدعم جانا في بورت صفاقس. وينو العلامش ما تكلمش عليها او لامس فلقوا الفانه نتاع ستيرنا بالعاني باش يتكبس زيت المدعم جاينا من البابور ويهبط يتفلق يمشي في البحر حتى واحد ما عداه. اليوم يا رئيس الجمهورية إذا كانت فما محاسبة إذا كانت فما متابعة لملفات الفساد الزيت المدعم لقاع إتلافه أو عصابات وقفت على إتلافه في ميناء صفاقس فتح الملفات وموافاة الشعب التونسي بالحقيقة. اليوم كي نحكيه على آلاف الأطنان من الزيت المدعم 26 طن تمشي في قلب البحر آلاف الليترات تمشي هكا واحنا على أبواب شهر رمضان ومن بعد نقولوا الزيت المدعم وينه؟ من يتحمل المسؤولية
ومن يعاود الدولة التونسية الخسائر نتاعها. ونكمل معاك الملف البورت صفاقس. سامحني شوي. لما يصبح ميناء صفاقس كامل خارج على سيطرة الدولة وتحت رحمة العصابات والبارونات، تحت رحمة اتحاد الشغل بصفاقس. اليوم بورت صفاقس يتحكم فيه كاتب عام اتحاد الجوي بالشغل بصفاقس. يعني اليوم هو اخذوا بورت يعني البورت واخذوا فوند كوميرس. البورت ولا خارج على الدولة، بورت صفاقس ولا دمار شامل. نطلب من السيد الرئيس تحرير صفاقس، تحرير انا مستعمرين من اتحاد الشغل، احنا في مستعمرين. اليوم شكون دمر جيت صفاقس؟ اتحاد الشغل متاع صفاقس. اليوم نطلب التحرير، البورت دمار شامل، وهذا اخر دليل. 26 طن مازالوا كي يجينا، واحنا قطره زيت ما عدناش في صفاقس يتكب في البحر. شكون المسؤول؟ احنا مش نخلصوها 26 طن هذاك.